لك بالمفاجأة طبعا أو للأمانة، عندما نشرنا يعني راح يكون ضيفنا الحبيب قاطع المياه، هناك الكثير من التعليقات. أكو شخص دخل علي خاص اسمه الحبيب عباس عدنان، ما نعم أعرف من يا محافظة، نعم وجه دعوة إليك، وجه تحية إليك، ودعواته إليك أن تكون يا رب بصحة وعافية ودائما بنجاح وديمومة التألق والإبداع. تحياتي وبنفس لك. الوقت قسم علي بأن أقول لك بأن هذا الشخص من قد ما يحبك ومن قد ما متعلق بيك ومن قد ما يسمعك يقول يا ريت تقل القاطع المياحي وعلى الهواء مباشرة، بأن أنا أريد فد هدية من قاطع المياحي، سواء كانت أي هدية، المهم هاي أحتفظ بيها، أحتفظ بيها بذاكرتي، أحتفظ بيها تكون من قاطع المياحي. بعد وانت الامر متروك لك، ما تحب تهدي له، ام الامر لا متروك انا لك خادم له، واذا الامر محرج تقدر بس احنا شو تترك نريد الامر. يكون يحدد يا عباس عدنان، لان هواي هذا الاسم اي مطروق بها، فيا ريت يعني يراسلك ويعطي عنوانه، وانا هاي ساعتي من عندي له. تهدي له ساعتك. اي نعم عباس عدنان الحبيب، اذا قاطع المياحي يتطور تواضعه يوم عن يوم وينزع ساعته لاحد محبينه من خلال فيسبوك لا يعرفه ولا عد اتصال بي، مجرد دخل علي على الخاص ووصل لي وحملني امانه بان انقل تحياته وتحيات ابداعه القاطع المياحي، وحملنا هاي الامانه. وبنفس الوقت قاطع المياحي هدي ساعه للحبيب عباس، الساعه ثمينه جدا لان بها الوقت، طبعا وانت وقتك كلش ثمين، لو هي هم ماركه يستاهل وماركه خدمته. يستاهل عباس. نعم هاي ساعه العباس. نعم شكرا لك. بس بعد اكو شغله، شغله ثانيه؟ اي نعم خدمتك. هاي اكو بنيه تعبانه علي يعني بالتواصل الاجتماعي. زين هاي نظاراتي هم اللي هو دائما تقول لها نظارات حلوه، الله على كرمك، شلعت قلبي. الله على كرمك، الله على كرمك، بعد الله على كرمك. خادم انا. تقدر تعلن اسمها لو لا تحفظ عنها؟ لا خليها هيك. والله شكرا قاطع. اذا صارت ويانا ساعه للحبيب عباس ونظاره الحبيب قاطع المياحي الى من يهمه الامر. الى من يهمه الامر.